وفي كلمته عقب مراسم الاستقبال، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر والهند كانت ولا تزال راسخة، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تنظر بتقدير شديد للتجربة الهندية في تحقيق التنمية المستدامة. اسمحوا لي أقول لكم أن احنا من خلال هذه الزيارة نتطلع إلى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافة المجالات، وصولا إلى شراكة استراتيجية بين البلدين. Let me tell you that I expect throughout this visit that we take our bilateral level to a whole new horizon where we can reach the strategic relationship and partnership between our two countries on all levels. ننظر بتقدير شديد واحترام شديد للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة وفي التطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الهندية العظيمة. We look with great esteem to the sustainable development experience of India and all the developments and accomplishments that the nation of India has achieved throughout the years. اسمحوا لي مرة ثانية أن أنا أتقدم بالتهنئة بهذا الاحتفال يوم الجمهورية، وأتمنى للشعب الهندي والحكومة الهندية كل التقدم والازدهار والتوفيق.